النجوى كما كنعرفوا هي بطلة المغرب، بطلة العالم العربي وبطلة إفريقيا، أم أهلة مع ليكيب ناسيونال باش تشارك في كأس، في كأس العالم. دازوا الإقصائيات دوزوا في نوروبيا وكانت هي الأولى بطبيعة الحال في الترتيب العام. إذن باش توجد الكأس العالم مشات لتركيا عند أبطال تركيين كتريني هي وياهم مع الفريق الوطني التركي. مشات كتريني لمدة أسبوع، وكان جاية هذاك النهار صيفطوا لها الطيارة قالوا لها تلغى، لأن ما كانش ما عرفناش بلي تركيا غادي، ما علنوش عليها، ما تعلنش على تركيا، تعلن على دول أخرى في أوروبا إيطاليا إلى آخره، ولكن تركيا لا. عيطوا لها قالوا لها تلغى السفر ديالها. اضطرت باش تلقى مع واحد البطلة، بطلة تركية مع العائلة ديالها، بقات معها، بقات عايشة كتسنى. اتصلت بالطبع بمصالح ديال القنصلية تركيا والسفارة، قالوا ليها سلوها وقالوا ليها أول رحلة غتكوني فيها. حتى كنتفاجئوا، قالت كتريني بطبيعة الحال يعني الوقت ما ضيعت وشاي، لأن هي كانت في إزمير بقاو كيتريني وكانوا كيتريني واحد الوقت، لأن تما ما كاينش حالات، ما كاين حتى شي حالة، كيتريني ومحددين مراقبين مزيان إلى آخره. كتسنى يعيطوا لها شي نهار، قالوا لها راه قبل ما، لان هي خصها 8 سوايع باش توصل لاسطنبول، خصها 8 سوايع ماشي حدا. دونك قالت لهم علموني قبل، قالوا لها واخا كوني هانيه غنعلموك في الوقت المناسب الطياره الاولى، حتى وغتكون في الطياره الاولى. كتفاجئ نجوى بان يجوا ثلاثه جابوا 300 وهي ما جاتش، وهي كتعرف بانها راها عندها شنو نقولوا ميم ذوي الاحتياجات الخاصة، كتستعمل واحد النوع ديال الأدوية خاصة إلى آخره. من طبيعة الإخوان اللي كاينين في الفيدرالية الملكية لكرة المضرب على الكراسي المتحركة، اللي من بيناتهم السي سعيد المريني، راه كيدير جميع المحاولات. بالمناسبة حتى هو ولده حاصل في تركيا وتا هو ما جاش، ولده مريض، تا هو ولد السي المريني تا هو مريض عنده إعاقة وكيداوى تما وما جاش. كيدير نفس الرياضة؟ لا ما كيديرش الرياضة، هو عنده مرض خاص، دونك كان كيداوى تما. بكل صراحة حاولت، كتبت السي بورويطا، كتبت السي رئيس الحكومه، كتبت لكل شيء اللي نقدر نكتب ليه واللي تعطاتني الفرصه نكتب ليه. كتبت ليه البارح، انا ما نعس البارح حيت ما يمكنليش الناس، لان بنتي كتعرف عندها من ذوي الاحتياجات الخاصه وحاصله في بلد اجنبي، راه ما يمكنش الناس، لا انا ولا خوتها ولا امها ولا حتى شي واحد من الناس. كتواصلوا معها ديما؟ لا، كنتواصلوا معها يوميا، وداك الشيء اللي خلانا نكونوا مرتاحين. ولكن كنا تقنا في القنصليه وفي السفاره، ودوك الناس، داك السيد الشخص اللي كيتصل بها اللي قال لها راه غتكوني في الطائره الاولى، فهمتيني، في الطائرة الأولى. إيوا تقنا، وبطبيعة الحال هي خاصها تجي، لأن بطبيعة الحال لأن خاصها تجي باش تتبع الدراسة ديالها، لأنها هي نورمالمون كتقرا في كلية العلوم، عندها ماستر، عندها ليسونس أو ماتيماتيك فوندامونتال، وباغا تتبع الدراسة ديالها ماستر ديال السبور في معهد مولاي رشيد ولا في شي بلاصه اخرى ولا في تركيا نيت الى دعت الضروره. اذا خاصها هي راسها توجد راسها، ماشي غادي عارف باش توجد راسك في جامعه سواء داخل الوطن او خارج الوطن، راه سي لو مومون خصك تواصل مع الناس، توجد تعرف اش كاين. ماشي هي دابا حاصله
حاصلة مزيان بمعنى الكلمة تما، ومن حسن الحظ أن عندها صديقتها بطالة وساكنة معها هي وعائلتها، يعني مع عائلة، هذاك الشيء اللي خلانا نرتاحوا شوية. شوف أخي، أنت تمشي تسافر لشي بلاد، بلاصة زوينة، تمشي لباريس، لندن، المغرب، نيت، تمشي للأطلس المتوسط، تمشي كدوز سيمانة كتفكرش، خصك فراشك، خصك بيتك، خصك خصك القطاط ديالك، خصك داك الشيء اللي كتعيشو ديما. هي كما كتعرف ان هي ديره، هي كانت بطاله سابقا، هي اللي كانت بطاله ديالها هنايا قبل ما يوقع الحادثه مع داك الكلب، كانت هي البطاله في سميتو في الجري. هي رياضيه، هي تزات رياضيه، وخا ما كتبهاش فيها كانت سكوتي ورياضيه. كانت نتيجه عضت واحد الكلب بيتبول، وخطا طبي من وراها، يعني من فاش ديناه تعالج وداكشي كان هناك كذلك خطا طبي فادح، وكان بطبيعه الحال الاولى كانت نتيجه عضت كلب من فصيله بيتبول، كتعرف بيتبول شنو هو اللي كان نجات منه بأعجوبه، ولكن وحتى هو موضوع طويل شويه، يعني هادشي اللي يعني من وراء العضه ديال الكلب وداكشي مشات للمستشفى كلينيك، ومن وراء الكلينيك وقع فيه الكلينيك الاول في الدار البيضاء، ما بيان سير ما نذكرش الاسم ديالو، الطبيب ما نذكرش الاسم ديالو، اللي دار خطا فادح، يعني الابجديات ديال لاشيلورجي فاسكولير، جراحه الشرايين، خصو يكون عارفهم، احنا ما كنعرفوش، انا كمواطن ما كنعرفش طب. كيقول لك حتى شي واحد ما خصوش يجهل القانون، راه في الحقيقه حتى شي واحد ما خصوش يجهل الطب، يعني بعض الخطرات كيطيح الانسان عند شي طبيب دون المستوى، شي جزار كيتكرس عليه، يعني خصنا نكونوا نيت عند الابجديات ديال الطب، ماشي على الابجديات ديال دابا، راه بدات الابجديات ديال كورونا كيفاش الانسان يحضي راسه منها ويتعالج منها والحمد لله هي بطله من 2016، بطله المغرب، بطله افريقيا، بطله العالم العربي. بالنسبه لي انا فخر، هذا هو اللي كاين، وبغينا نساعدوها باش تمشي هذه الرياضه صحيح الى مستوى احسن. ونتمنى اللي كنتمنى، نتمنى الاخوان والسلطات والاخوان ديال القنصليه الى وصلوا هذا الميساج باش يتفهموا الظروف ديال النجوه، لان راها من ذوي الاحتياجات الخاصه بطاله، وما تقدرش تحرك سي دوباج، ما تقدرش تكرفس اكثر. وانا كنظن باللي راه هاد الهجره وفي هاد الظروف هادي، راه ماشي خصك تكون ذوي الاحتياج، من ذوي الاحتياجات الخاصه باش تحس بها الظروف بهاد الصعوبه. انا كنظن الناس عاديين ما يقدروش عليها، وبالاحرى ذوي الاحتياجات الخاصه.